مثل ما تتابعون تشوفون هذا سريع مال محمد القاسم مقطوع اللي قطعوا طريق المتظاهرين. هذا الجسر قريب على مدينة الصدر مثل ما تتابعون تشوفون الطريق مسدود. الطريق مسدود والمتظاهرين موجودين في الشارع والجديد يتواجدون بالشارع. هاي لقطع الطريق طبعا. ها هم الثوار في شارع محمد القاسم. عمودي شوفوا ما تلاحظون وشوفون امامكم. عمودي عمودي قطع الشارع للثوار متواجدين ينتظرون التجمع. بعد هم الثوار تفضل. اننا ان شاء الله ماضون في تظاهراتنا السلميه وان شاء الله صوت الشعب اعلى من صوت الفاسدين والفاسقين وسارقي الاموال، وان شاء الله سوف نقلعهم من مكانهم ان شاء الله باذن الله تعالى. كلا كلا للفساد، 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 كلا كلا للفساد. الشعب كلا للفساد، اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. تنص الاضراب العام والعصيان كل مؤسسات البلد غدا. هاي انتفاضة عراقية، انتفاضة الصفر. الله اكبر. نعم للحسين، نعم للعراق. وي المظاهرة السلمية جيح يا راقي رمانة. المظاهرة مبيوعة، كل ما نرد نوصل الجو يبيعوني قناص. ذاك اليوم باعنا واحد حجة والتباع، باعنا الحجي محجي معاه كان من تبقيل 24 جماعة الخرساني أو شك واحد يلمع علينا طلقات يتحصل. شك واحد جيش الإحزاب من جماعة الخرساني دول يطلعون. طيب هاك ما بدور الدلة يعني على قين يضربون بينا؟ ليش القوات الامنيه تريد من المتظاهرين انه تشتت التجمع مالتهم؟ تريد تطشرهم. عم يقولون ماكو مظاهرات يعني. هاي لا واحد ولا اثنين راحوا. لا ها هو الجرح البارحه اللي قالتهم بالمستشفى مال البارحه مستشفيات مال المستشفيات كلها كويس. المستشفيات كلها على مستواها كلها جرحى وكلها موت. هذا كل عباس، هذا كل عباس البارحه يهوسون ويانا
وهو الفرحه ويانا ويوم الشرون جايبين لك حتى عب علي ومو علي قناصي احنا قناصي مش ولا على مش قالوا كذا تعال شنو احنا عم نسمع احنا نعود شنو طيانا احنا قدامنا تكفينا والجيش على سون كلام هنا جيش على الناس والله والله شاهد عن كلامي وهاي العالم يا قناة مظاهري هذا حتى الجيش وياهم كتبوا مظاهري حسبي الله ونعم الوكيل. احنا نريد نعرف الرئاسات الثلاث مو دعت عدم استخدام القوة المفروطة زين هاي شو يسمونها اذا الرئاسات الثلاث تقول ما نريد نستخدم القوة المفروطة ذول المن تابعين غير نعرف المن زين اللجنة شكلوها اول يوم التظاهرات واستشهدت الناس وين صارت ما عدا جديه الحكومه بالموضوع يعني الله اكبر شنو ذنب هاي الناس بدها تموت شهادات جرحى سقطت البارحة اكثر من 100 شهيد وجريح نروح للمستشفى نسعفهم يا تاخذنا القوات الامنيه تحتقلنا يعني الله اكبر اضطررنا لاستخدام العلاج في البيوت لتداول جرحى الله اكبر ليش كثير هاي الشباب شنو ذنبه؟ يعني طلعنا على مود حقوقنا هيك تجابهولنا الله اكبر عليكم وين نروح؟ يمنعوهم لان ما تابعين الحزب لا تابعين الحزب والله العظيم يرحبون بيهم بس احنا شباب احرار ثوار اجينا للخلاص من هاي الحكومه طيب وهذا النظام الفاسد طيب اللي انتظم على صدورنا لمده 16 عاما التظاهراتنا مستمره ولا يوم تتوقف إلى أن يتم تحقيق المطالب ما نرجع حتى لو نبقى 5 نفرات هاي مطالبنا احنا مطالبنا مو اسقاط الحكومة تغيير النظام احنا نريد نغير النظام حتى لو جاءت حكومة حتى لو جاءت غيرها حكومة ثانية فإنها سوف تكون أسوأ من الحكومة الحالية ماكو أي فرق بين الحكومة الجاية والحكومة الحالية الحكومات المتعاقبة أثبتت فشلها واحترفوا جميعهم بالفشل الذريع اذا لماذا المرجعيه الرشيده مع احترامنا للمرجعيه والرموز الدينيه وبعض القاده يعني بس نريد نعرف ليش من تشتد التظاهرات ينزلون بيانات ويصرحون ويقولون نريد من الحكومه تفعل كذا وكذا زين لماذا باقي الايام لا يطلبوا من المرجعيه والقاده الامنيين ومنهم سيد مقتدى علق عضويته عضوية نوابه ليش من نصير تظاهرات يعلق عضويتهم باقي الايام ما بيها معاناة شو احنا معاناتنا مستمرة شو احنا منتهين لا عمل لا كرامة لا حرية ثورتنا ليست ثورة جياع ثورتنا ثورة كرامة ثورة شرف احنا شباب الى اخر الانفاس باقين بهذا المكان وسوف نتقدم الى ساحة التحرير ونعبر الى المنطقة الخضراء عليهم اعلان حكومة مؤقتة والمباشرة بانتخابات مبكرة باشراف الامم المتحدة اقصى اجراء انتخابات 6 اشهر من بعدها بعد الانتخابات عندما تكون عدم ترشح اي مسؤول او نائب او اي شخص استلم او تسلم منصب قيادي او اي شيء بالحكومه الحاليه بعد 2003 او قبل 2003 احنا الحكومات اللي قبل 2003 واللي بعدها ما انصفتنا مظلومين وهذه مظلوميتنا مستمره
واحنا بعد ما نرجع صح ضمارنا، واحنا بعد رجع للبيت ما نرجع. انا صار لي هذا اليوم السادس ومو من بغداد، انا طراف بغداد وجاي هنا ابات عند اخوتي بالمدينه، وهاي مصوب هنا، هذا مصوب صوبني انطلق الناس، اجت شخطتني ضربتي بصفه والتصوير موجود، اذا تحب هسه اقول لك يا والصوره ضربك الناس. انا صار لي 6 ايام لا اكل لا نوم، تقبل حسين امس كنت بساحه الطيران على الشارع، شنو ذنبي وانا شاب عمري 22 سنة اريد اتزوج اريد اكون المستقبل، الشباب هسه بعمر 22 سنة باوروبا ما عايش احلى عيشة، ليش الشاب العراقي مظلوم؟ يعني احمد بن نور المالكي مشتري له البارحة فراري مدري شنو، القى سيارة ويفتر بها عبارة عن طراز ذهب بفلوسنا، بفلوس نحن الناس الجواع طلينا شياعة بسببها، هاي الشباب هزت عروشهم. انت سمعت بيان الحلبوسي شي يقول؟ لقد دقيتم جرس الانذار حبيبي، بقى روح اصدقني ودعتك وخلي اعلم كل العراقيين هذا الحل الختامي، يا اما يقدم استقاله ويحلم بالامان يا اما ما نسكت. ودم الشهداء ناخذ، شنو ذنب هاي الشهداء؟ والله يا اخويا كبير عمره 22 سنه كبير، شنو ذنبك؟ وش كنتم جايين؟ شوفوا فايف تراك شلته اتجعت النخوت الشهداء حلال الماطن من عدنا اتلهوه وجرحا عدنا مشاوبين عدنا مشاوبين والله حرام عليهم عمار حتيب حرام أكبر حرام أكبر حرام عمار حتيب المالك حرام العباد حرام السوى بينا هاي الجيش توجيت توجيت عبد المهدي توجيت حتى أهل المدينة أهل المدينة طلعت أهل المدينة أهل البصرة أهل التوش أهل بسماية طلعت على المالية حرام وهذا الهلال البحتية حرامية وأنا بتشرف أنا من مدينة الشرق الأوفلي. طيب اليوم أنت خرجت تضامنا مع أخوتك المتظاهرين وهلولي أنا أبلغتهم سويت على مجاوة سويت على مجاوة على الهلال البحتية عندنا طلعوا لي تخافون عندنا جرح عندنا جرح شهداء راح من عندنا ونحن ما نخاف نحن بس الله الكبير طيب نحن ان شاء الله الشيخ اقتدى ابو هاشم العف عراس ها هو الجيش الان يرمى علينا رصاص الحي زمان وعلي جميلك الله كل واحد شايل لواز لهم هم يشوفون علي طيب اليوم حتى تضحك بالحسين طيب اليوم ليش القوات الامنيه تريد تمنع المتظاهرين ما يودون واحد يتنفس يودون الشعب صامت يودون بس يقولوا هذا الشعب يودونه نايم مستمرين لحد ما يسقط البرلمان ويسقط هذا الحكم الفاسد نطلع 5 نطلع 10 نطلع مليون مستمرين هي اذا تراجعنا بعد نجسنا والله المرجعيه شو الكلام يعني ما يفهم لا هي ويانا لا هي عليهم ما يعني هسه ما حد يعني بس الله لا مسؤول ولا مرجع ولا سيد ولا كل واحد بس الله يا رب يوم ما تقدموا لا شغب ولا هاي الجيش العراقي منه وبينا قدرونا جاي يحتقنون فينا ضربونا بطلاق النار واحنا اليوم طالعين سلميه لا سوينا شيء ولا هاي لو كله ضرب من عندهم واحتقلونا الأحزاب جالسة تبغى الشباب، الأحزاب كلها إيرانية، كلها ماكو حزب شريف فيهم. ماكو لا قناصة ولا أبد هم جاي يقتلون بينا ماكو اللي يقول لك إيراني واللي يقول لك هاي كذب الأحزاب كلهم هم ذول اللي جو مرجعية حتى المرجعية وياهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إذا أنت شريف ولا أنت مو شريف إيراني وأمريكي ويهود وكل بين كل إذا أنت شريف استقيل هاي شباب شنو تحسن من هاي الشباب جاي تروح وشوف اكو سلاح قل له راح 300,000 شنو عارف حال 300,000 بعد ماكو مطالب ما عندنا مطالب ما نريدكم شلع اسقاط دولة لا مطالب نريد ولا قطع اراضي نريد صار لنا 17 سنه ما عندكم لا عندكم حكايه مو تكفرون هاي الشباب الشباب وعيت الشباب العالم وعيت ماكو منا ان شاء الله وانتظروا الشعب الى ثوره ان شاء الله يطب عليكم من الخضراء
ان شاء الله الخضراء طاب لكم وندوسكم بالقنادر وخلي فيكم هذا الجيش الايراني، الجيش كله ايراني كله صفوي، ما عندهم وطنيه، ما عندهم روح وطني، هو لو شريف وطني ما يقتل بالبلد. ان شاء الله عمره 15 سنه و16 سنه يضربه ويقتله، والله كريم. احنا وياهم ان شاء الله كل ايام، الله كريم. يا شباب ما لا لا وعنا على حزب البعث ولا شفنا صدام ولا شفنا ذاك النظام السابق وتقول علينا بعثيه، احنا ناس لا عندنا خط احمر ولا عندنا تاج راس، احنا شباب شباب تواصل الفيسبوك عندنا وعندنا لعبه البوكس بس هاي، بس احنا شباب نريد وطن، نريد وطن كل شيء ما نريد من يمكم، دمرتونا وقتلتوا هاي الشباب، هاي يوميه تروح ما حد يصورها، ما حد يقول يوميه 50 60 واحد، والله يوميه 60 واحد شهيد ولو جرحى ما عادت جرحى، شنو هاي؟ وتم يعني لازم يضربونا، تم جيش العراق يضربونا، والقنوات كلها تابعة للأحزاب، كل أحزاب كل أحزاب ما كاي والقنوات الحد حزب ما يطلع الحد الحد حزب ما يطلع وقاعد المطار يقول لي والقنوات إحنا ياكم الشارع على قناة الشارع على الوان أي والله هذا رئيس الوزراء اليوم مو قال انا بالنسبه للمتظاهرين وين ما يشرون بده يجتمع بيهم زين هو بس المتظاهرين يجتمع بيهم ويضرب بيهم خليجي خليجي شو هاي العالم شو هذا تريد مدارس مستشفى اهلي مدرسه اهلي وهاي دليل كل اهلي هاي دليل هاي دليل مالتهم هاي الفوضى مالتهم شوفوا مالتهم ما عندهم ما عندهم مصداقيه وماكو واحد مندس كذب عليك يقول لك مندس انت من المندسين انت من العملاء انت من الجبناء انت من الخونين ما حد مندس كيف لك العب شو هاي شباب 10,000 دينار ما بجيبهم مندسين ما يصير والله ما يصير يعني يطلع يريد 5000 يموت المتظاهرين بالحبيبية معارف الحبيبية يمنعوهم من التجمع ومن التظاهر
طيب والله صبات خراب لا تكفر يلا 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 يلا.